ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده عملنا كيك بصوص الشوكولاته، حلو جدا، طعمه زي الجاتو واحلى كمان، يعني لو جربتوه مش هتبطلوا ان انتوا تعملوه. شايفين طبقات الكيك عامله ازاي، والصوص بتاعه حلو جدا، والمقادير بتاعته سهله وبسيطه. يلا نخش نشوف عملناها ازاي. المقادير هنعملها في الخلاط، او ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي او المضرب الكهرباء. عندي 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، دي اهم حاجة، لازم اي حاجة في الكيك بتبقى بدرجة حرارة المطبخ. دقيق، لبن، لو بتحطوا السكر في التلاجة طلعوهم من قبلها بنص ساعة. دلوقتي احط البيض في الخلاط، واحط طبعا فانيليا حوالي نص معلقة صغيرة، وبعد كده احط السكر. يستحسن في الكيك ان انتوا تستخدموا سكر يكون فاتح وناعم، بلاش يكون غامق، يعني في اي كيك بتعملوه استخدموا سكر يكون فاتح. واحط دي كوباية سكر، واحط كوباية الا ربع لبن، وهنعملها بالزيت. هي الكيكة اقتصادية بس طعمها بجد حلو جدا وطرية حلوة قوي. واحط نص كوباية زيت، هحط مكان اللبن عادي، مش عايزة بقى ايه ابوظ كوبايات كتير، انا اللي هغسل في الاخر فما بحبش اعمل مواعين كتير. احط نص كوباية الزيت وهضرب بقى كله مع بعضه في الخلاط. كده حطيت كل المواد السايلة، هضربها كويس لحد ما اللون بتاعها يفتح، هوريهولكوا برضو وانا بصب على المواد الجافة اللي انا عاملاها. دول كوباية ونص من الدقيق، هحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا بحب استخدم كيك شيف ده جدا، انا قلت لكم كذا مرة ان انا بحب استخدم النوع ده. واحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي هو معلهوش السكر، ده كاكاو خام اسباني، كل ما تستخدموا نوع كاكاو كويس بيديكوا نتيجة احسن. حطيت معلقتين بس، هحط كده نص كمان لان المعلقة التانية ما كانتش مليانة قوي، وكل معايرات نفس الكوباية اللي هي اللي انا وريتها لكم دي، كوباية الشاي العادية اللي موجودة في كل بيت. بخلط كل المكونات مع بعضهم علشان البيكنج باودر يتوزع كويس، وبعد كده بنزل بالخليط السائل اللي انا عملته. شايفين لونه فاتح ازاي؟ يعني في اي كيكة تعملوها لازم يبقى الخليط لونه فاتح كده، وبقلب في اتجاه واحد. اهم حاجة ان انتوا تقلبوا في اتجاه واحد برضو علشان ما تطلعوش الهواء من الكيكة، فلازم يبقى في اتجاه واحد. بفضل اقلب بقى كده لحد ما تنعم خالص وما يبقاش فيها اي تكتلات. جبت الصينية اللي انا هعمل فيها او البايركس، وديتها دهنة كده بالزيت، وهرشها بالكاكاو لان انا بعمل كيك بالشوكولاتة، مش عايزة ان انا ارشها بالدقيق. انا مش عارفة بصراحة مقاس الصينية دي ايه، بس هي صينية كبيرة لان انا عايزة السمك بتاع الكيك يكون رفيع، لان انا هحط عليها طبقات تانية مش عايزاها تكون تخينة. فانا عندي صاج 30 في 40، ده اصغر منه بحاجة بسيطة، ممكن انتوا تقيسوا على المقاس ده. وبعد كده بحط الخليط اللي انا عملته، شايفينه ناعم ازاي؟ لازم تقلبوه كويس برضو علشان الدقيق ما يكونش فيه اي تكتلات. وبوزعها في الصينية، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 160، لان انا بعمل في بايركس مش في صينية الومنيوم. اي حاجة بتعملوها بتخبزوها في صينية غير الومنيوم قللوا درجة حرارة الفرن علشان ما تتلسعش من تحت. لو انتوا بتعملوا في الالومنيوم على 180 خلوا البايركس او جرانيت او اي حاجة على 160. وطبعا ببقى مسخنة الفرن من قبلها ب10 دقايق، وبدخلها على الشبكة في النص، وبشغلش عليها اي شوايات خالص. دلوقتي هنعمل الكريم الشانتيه، بس ده كريم شانتيه خام من معلهوش سكر خالص. انا مش بحب ان انا استخدم الاكياس الجاهزه دي، انتوا بتحبوها استخدموها براحتكم. دي كوبايه لبن، ممكن تستبدلوها بميه، بس اهم حاجه ان هي تكون ساقعه متلجه. يعني بصوا انا حاطه فيها كمان مكعبين تلج عشان تبقى ساقعه قوي. كوبايه الكريمه اللي هي الكريم شانتيه الخام بتاخد قصادها كوبايه لبن او ميه، ونصهم سكر ونص كوبايه سكر بودر. دلوقتي هضرب السكر مع اللبن، وبعد كده هحط الكريمه. دي على نفس طريقه المحلات، بس طبعا المحلات بيحطوا ميه. خلاص كده انا بوظت السكر مع اللبن، هحط الكريم شانتيه. هو بدأ يسأل اهو، ولسه هيسأل تاني. هو تقل والقوام بتاعه حلو جدا، بس انا عايزاه بالشوكولاته، فهقوم مزوده عليه معلقتين كبار كده من الكاكاو. لو انتوا عايزينه كده فانيليا سيبوه كده، وهديله كده كام ضربه تاني وخلاص.
خلاص كده هو جاهز والقوام بتاعه. بص عامل ازاي دلوقتي، هدخله التلاجة عقبال ما انا اشوف انا هعمل ايه تاني في الكيكة، يعني هسيبه كده في التلاجة علشان برضو ايه ما يسحش. بس بص بقى القوام بتاعه عامل ازاي، زي المحلات بالظبط. هنشوف هنعمل ايه تاني في الكيكة وهرجع لكم. الكيكة انا طلعتها من الفرن بجد حلوة جدا وطرية، بس الحتة دي من ايدي انا، صباعي جه عليها، ايديا جت عليها، فمش مشكلة كل ده هيتدار. انا سبتها تبرد خالص ودلوقتي هسقيها بكوباية اللبن دي بقى بتخليها قطرة وبتخليها حلوة جدا. انا خرمتها كده بالخلة علشان اللبن يخش في كل حتة. دلوقتي كده هسقيها باللبن ده، هي هتشرب كل ده، بصوا شربته على طول، ده بقى بيطريها جدا وبيخليها حلوة قوي. دلوقتي هحط عليها الكريم شانتيه، لازم الكريم شانتيه يتحط عليها وهي باردة خالص، يعني لو حطيتوها وهي سخنة الكريم شانتيه هيسيح. هوزعه كده عليها، هوزع الكريم شانتيه كويس بسباتولا بقى او بسكينه او باي حاجه، المهم ان انتوا توزعوه كويس. شايفين بقى الكريم شانتيه متماسك ازاي، لا ساح ولا اي حاجه. اهم حاجه بس وانتوا بتعملوه اللبن او الميه اللي انتوا تحطوهم يكونوا متلجين جدا، يعني طالعين من الفريزر. وانتوا بقى بتتفرجوا وانا بوزع الكريم شانتيه، ما تنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناه، انا بفرح جدا والله لما حد يشترك لي حتى لو واحد بس. فما تنسوش بقى تحطولي اللايك وتشتركوا في القناة. خلاص كده انا وزعته ومسحت الطروف دي بالمنديل برضو علشان يبقى شكلها حلو. هدخله التلاجة ساعة وبعد كده هنرجع نحطله الصوص بتاع الشوكولاتة الاخير. دلوقتي انا هعمل صوص الشوكولاتة، سهل جدا. هحط نص كوباية سكر ونص كوباية لبن، وهحط نص كوباية كاكاو ونص كوباية زيت. الصوص ده ممكن تعملوه على البارد او ممكن تسخنوه على النار، انا هسخنه على النار لسبب هتعرفوه كمان شوية، يعني ممكن تضربوه في الخلاط او ممكن ان انتوا وتعملوه على البارد او ممكن تحطوه على النار حسب اللي انتوا عايزينه. هحط نص كوباية الكاكاو وهحط نص كوباية الزيت، هحطها مكان اللبن برضو عشان ما اجيبش كوباية تانية، انا اللي هغسل في الاخر. زيت هلا ده حلو جدا وفاتح، بيبقى جميل قوي في الكيكات. وهحط رشة فانيليا وهقلب كل ده كويس جدا وهحطه على النار لحد ما يغلي. هقول لكم انا هعمل فيه ايه تاني. اهم حاجة بس دوبوا الكاكاو كويس علشان ما يكلكعش قبل ما تحطوه على النار. خلاص كده انا غليت الصوص، قعدت اقلب فيه كده على نار هادية لحد ما غلي. دلوقتي انا هحط عليه الشوكولاتة دي اختياري، مش لازم ان انتوا تحطوها، بس انا بحطها بتعلي التست، بتبقى طعمها حلو جدا، يعني بتخلي الصوص ليه طعم جميل قوي. انتوا مش حابينها ما تحطهاش. شايفين صوص الشوكولاتة ناعم ازاي، والشوكولاتة اللي انا حطيتها ساحت خالص مع لان الصوص كان سخن. دلوقتي هبدأ ان انا احطه بقى على الكيك. الكيك ده انا سبته في التلاجة حوالي ساعة ونص، يعني انا بعد ما دخلته التلاجة قعدت نص ساعة او ساعة الا ربع، بعد كده قمت عملت الصوص، والصوص ده بينزل على الكيكة وهو دافي، يعني برضو ما بيبقاش سخن قوي علشان ما يسيحش معايا الكريم شانتيه. شايفينه بقى ناعم ازاي، وممكن تستبدلوا الصوص ده بنوتيلا، بس بجد الصوص ده بيبقى طعمه حلو جدا، عامل زي الجناش كده وطعمه احلى كمان. انا عماله بقى بحرك في الصينيه علشان اوزع الصوص ده كويس، وما تستنوش برضو ان هو يبرد قوي علشان ما يتقلش منكم خالص، يعني هو دافي كويس.
والكيكة زي ما قلت لكم بتسيبوها بعد ما تحطوا الكريم شانتيه قبل ما تحطوا الصوص حوالي 1:30 ساعة. كده خلاص الكيكة خلصت. انا بقى قبل ما اقطعها علشان تبقى الطبقات متماسكة، انتوا ممكن تاكلوها كده بس علشان الطبقات تتماسك كده وتاخد من طعم بعض، بسيبها في التلاجة 2 ساعة وبعد كده بقطعها، بتبقى احلى بكتير يعني، بتتشرب كده من كل الطعم وبتتماسك، بتبقى حلوة قوي. حابين تاكلوها كده براحتكم. دلوقتي بقى ببدأ ان انا اقطعها، اقطعها بقى التقطيع اللي انتوا حابينها والحجم اللي انتوا عايزينه، هي بتبقى طعمها حلو يعني. انتوا هتخلصوا نص الصينية انا متأكدة يعني. انا كنت عاملاها في اليوم ده، عجبت صحابي جدا يعني، عمالين يسألوني على الطريقة فانا نزلتها لهم اهو. والكيكة طرية، وكمان لما بتحط لها كوباية اللبن بعد ما تطلع من الفرن بتبقى جميلة جدا، بتفرق قوي. وممكن بقى لو عايزين الطعم بتاعها يكون اغنى واحلى تحطوا مع اللبن قشطة او كريمة، بتبقى حلوة جدا. زي الكيكة اللي هي التريليتشة بتبقى حلوة قوي برضو لما تسقوها باللبن والكريمة او قشطة. شايفين بقى طبقات الكيك عاملة ازاي ومتماسكة حلوة قوي. هنا برضو انا قطعتها كده تقطيعة تاني لان القطعة كانت كبيرة قوي. يلا جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.